مساء الخير ومساء الفرح ومساء السعادة على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة وحلقة مميزة جدا من برنامجكم من يجد. الحقيقة النهاردة حلقتنا متميزة لأنها فعلا بتهم كل امرأة وكل فتاة وكل بنت بتهتم جدا بشياكتها، وكل أم كمان بتهتم بولادها وبصحتهم النفسية وبتنمية مهاراتهم. الحقيقة حلقة مميزة جدا، لكن خلوني في البداية أرحب زميلتي نانسي. أهلا بك يا نانسي. أهلا بك يا ميرفت، وأهلا بكل مشاهدينا. يا رب يكون يوم جميل سعيد على حضراتكم. بنرحب كمان بخادمة الإشارة أستاذة كريستينا جميل. أهلا بك يا كريستينا. حلقتنا النهاردة مكونة من فقرتين. فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن فتاة شابة كانت في حي الكمامة وحاولت أنها تجمع وتعمل زي حاجة كده للأطفال. ده اللي هنعرفه، هتكون حاجة زي مفاجأة كده في فقرتنا الثانية. أما فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، يعني كتير قوي بنسمع البالة. ايه هي البالة وازاي نقدر نختارها، وهل البالة ده عبارة عن لبس قديم او لبس مستعمل، ولا دي حاجات جديدة؟ ايه العيوب اللي ممكن تكون فيها؟ ايه الاصناف ممكن نتغاضى عنها، او ايه الحاجات اللي احنا نشتريها؟ بصراحة هتبقى فقرة مميزة جدا، وهنعرف فيها ايه كمان يا ميرفت. حقيقة فكرة البالة زي ما انت بتقولي، ومع غلو الاسعار ومع ان فكرة ان علشان الواحد ينزل يجيب بس حتى لو بلوزة حتى لو دراس او فستان واحد، بنلاقي الأسعار مغالة فيها بشكل غير عادي. طيب إزاي نقدر نتغلب على الموضوع ده؟ الحقيقة ظهر الأيام دي ويمكن من عدة سنوات فكرة محلات بتبيع حاجات مستوردة وبنقول عليها البالة. يعني إيه بالة برضو، وهل فعلا هي مستعملة أو جديدة زي ما نانسي بتقول؟ كل ده وأكتر هنتعرف على براند يمكن ناس كتيرة قوي ممكن تكون متابعاه على الفيسبوك، وناس تانية ممكن ما تكونش تعرف عنه حاجة. فالنهار ده حلقتنا بتشرفنا وبيساعدنا جدا تكون معنا أستاذة إكرام حكيم، صاحبة جروب كوكي براند للملابس الجاهزة. أهلا بحضرتك إكرام، منورانا. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة. أهلا بيك يا أستاذة إكرام. وزي ما أنا وميرفت عاملين نقول البالة، وناس كتير أول ما بتسمع اسم البالة تقول لك لا دي حاجات قديمة، لا دي حاجات فيها عيوب كتير. عايزين حضرتك في البداية كده تقول لنا إيه هي البالة، وإيه المضاد أو الاتجاه ليه دايما بقى رايح، يعني كلمة موضة جاية من جاه الناس كلها رايحه ناحيه البالة، وكله ابتدى يبقى فيه شويه كده لا انا هنزل اشتري حاجات بالة. فالناس تسمع، في ناس تنتقد تقول لك لا دي حاجات مستعمله، دي حاجات قديمه، وناس ثانيه تقول لك لا دي حاجات جديده. فعرفينا النهارده ايه هي البالة وليه الدنيا ابتدت تتجه ليها. باختصار هي البالة طبعا اغلبيتها بيبقى جايه مستورد من بره. فكرتها اللي الناس مش فاهماه ان في بره بلجيكا، في استراليا، في امريكا، في بلاد كتيره جدا اوروبيه بيبقى فيه زي مكان خيري بيبقى فيه تبرعات رايحه له. تمام. المكان ده بيروحوا حاجات كتيره جدا من ناس كتير، في ممكن تبقى حاجه رايحه بالتيكت بس خلاص موضتها اوريدي بالفعل، زي جراج سيل كده اللي احنا بنسمع عنه كده. وحتى في مصر برضو احيانا في بعض الكنائس وبعض الاماكن بيعملوا جراج سيل. مظبوط. بس هناك بيبقى انا واخده شنطه كانت موجوده معايا في الدولاب ليها مثلا سنتين ثلاث سنين، بس انا خلاص اوريدي بالفعل مش هستخدمها، فباخدها بديها لجمعيه خيريه. الجمعيه الخيريه دي بتبتدي بقى، مش كل الناس بتتبرع لها ملابس. بيبقى فيه برضو البالة مش مجرد ملابس بس، لا خالص، بيبقى فيه نظارات، فيه شوزات، في حاجات كتيره جدا بجميع انواعها. يعني حضرتك بتقولي ان هي حاجات جديده ممكن تكون بالتيكت بتاعها. طبعا، بس الموضه بتاعتها الموديل بتاعها خلاص اوريدي بالفعل الموضه بتاعتها ادمت. تمام. فانا خلاص مش هلبسها، حابه البس موديل السنه دي، فبدل ما بيفضل مركون عندي في الدولاب في ناس كتيره جدا بتاخده وبتروح تديه للجمعيات الخيريه دي. الجمعيات الخيرية دي بتبقى موجود تجار مصريين برا بيشتروا منهم البالة دي أو الحاجات التبرعات دي ويدوهم مقابل رمزي، بحيث الجمعيات الخيرية تبتدي بقى ممكن توزعها بطريقتها بقى، مش لازم توزع، أنا مش هوزع ملابس بس. ممكن هكون مثلا الفلوس اللي هتيجي لي عن طريق ان التجار المصريين يستوردوا الحاجة دي ويوردوها لمصر أو لبلاد عربية كتيرة،
ممكن بيدوها مقابل حاجات تانية كتير. هل ممكن تكون بواقي مصانع؟ يعني احيانا في المصنع عمل الموديل ده وخلاص وعد عليه سنة واتنين وخلاص هو بقى موضة قديمة زي ما حياتك بتقولي وده ستوك بقى قديم، فهل ممكن ده برضو يكون ضمن البلات؟ بيبقى ضمن البلات بس بيعلي من سعره شوية. يعني في وسط البالة مثلا التاجر اللي انا مثلا بروح له بيبقى في خمس ست قطع عليهم التيكت بتاعهم، لا هو بالعكس بيرفع سعرها، وده مشكلتنا احنا عندنا عقدة الخواجة طبعا. ان احنا في مننا كتير جدا بيميز الحاجة بالتيكت. عايز اقول لهم الموضوع ده خالص بالعكس، انا ممكن تيجي لي قطعة بالتيكت بتاعها حرفيا بتبقى مش واو، وتيجي لي قطعة تانية من غير تيكت بتبقى جميلة جدا جدا وممكن هي اللي علي في سعرها اكتر من اللي عليه. غير تيكت دي بتبقى مستعملة ولا بتكون برضو جديدة؟ في حاجات بتبقى استعمال خفيف بيبقى برضو من ضمن التبرعات، ما هو مش كل اللي هيروح يتبرع اكيد مش هيطلع كل الحاجة جديدة. بس خلي بالك برا السيل بيبقى فظيع، يعني ممكن تلاقي حاجة خمسة دولار، حاجة بثلاثة دولار، اقل لا ده في دولار واحد وتلاقيهم ممكن يشتروا كتير وعندهم دولاب كده تخزين ويخزنوا في الاخر يلاقي نفسهم ما يلبسوش الحاجات دي، يا اما يبعتوهم هدايا لقرايبه في مصر يا اما يتبرعوا بيها. ده حقيقي. بس بالنسبه لشغلانتنا احنا كبالة هي فعلا بيتم التبرع بيها والتجار طبعا بيشتروها وبتتورد بعد كده للبلاد العربيه. ده حقيقي. تمام. طيب خلينا نتكلم عنك انت، يعني احنا شايفين ان حضرتك اخترتي مجال الباله ان انت تجيبيها وتبتدي تبيعيها هنا في مصر، ايه يعني كان بناء على ايه اختيار ان انت تشتغلي في الباله؟ يعني انا من زمان من انا وصغيره وانا اساسا كنت بشتغل في الملابس، بس كان شغلي شغل مصانع الاول اللي هي بلوزه بنطلون جينز الحاجات دي. عجبتني فكره الباله ان هي مصانع مصريه. مصانع مصريه. أمين. كان شغلي الاول، بس الكلام ده كان من سنين كتيره جدا، يعني انا من زمان قوي وانا في الشغل. فكره الباله عجبتني ان هي منها براند معروف جدا، لما انا اوفره لواحده مثلا معلش مش قادره اشتري قطعه من على السايت بتاعها ب 500 جنيه وب 600 جنيه والاقيها موجوده وبنفس القيمه بتاعتها ب 150 ولا ب 200 جنيه، طبعا انا اكيد هلجا للبالة فورا. سايت ايه اللي ب 500 و600 جنيه؟ لا هنقول مبدئيا يعني بتتكلم على اول دلوقتي فعلا الاسعار عدت بجد. حرفيا فعلا، وبالاخص البراندات يعني الحاجات المستورده، يعني دلوقتي التركي يقول هو ده المستورد، يعني الحاجات التركي ده اللي يعتبر مستورد، لكن الحاجات الخليجيه استراليا وامريكا وكندا وكده لا طبعا. لا حاجات معروفه جدا بجد اسعارها بقت صعبه. يعني حضرتك اخترتيها بناء على ان ممكن الحاجه دي ناس كتير تستخدمها وفي نفس الوقت بسعر قليل وبراند. طبعا براند. انا مثلا واحده ممكن اكون محتاجه اجيب حاجه مثلا من شيئين معروف طبعا اسعاره بجد معديه، في بيبدا من 600 و800، في حاجات بتبقى ب 400 بس مش بتبقى واو. انا لما اوفر لنفسي منتج زي ده ويبقى ب 150 جنيه ليه لا، يعني حاجه تحفه طبعا. جميل. طيب برضو خليني اعرف ايه اللي خلاكي تتجهي يعني هل شفتي نموذج مثلا حبيتي تعملي زيه؟ هل الفكره نفسها جات لك ازاي ومن كام سنه؟ الفكره جات لي من 2013 تقريبا. كنت نازله عادي اشتري حاجات معينه ليا انا كشخصيا. اتفاجئت بصراحة بالأسعار، اتفاجئت بيها جدا. يعني من 2013 حضرتك اتجهتي اتجهت للبالة. يعني لكن اللي قبل كده لا، من قبل كده كمان بكتير. فلقيت في محل قدامي صدفة الأسعار، لا قلت له انت متأكد ان ده هو ده سعر القطعة اللي في ايدي؟ انا لما بدأت شغلي بدأت ب 500 جنيه. يعني كانت ب 500 جنيه بس، وجبت ده بيها المبلغ اللي انت حاطاه اللي هتعملي بيه المشروع اللي انا بدات بيه مشروعي، وكنت جايباه من كتر ما انا القطعه نفسها لقيتها لا قيمه وجميله ونفس البراند اللي انا كنت هجيبه. صحيح. ففكرت نفسي فكره خدتها على نفسي انا، اللي هو انا واحده من ضمن بنات كتيره جدا بيبقوا عايزين يجيبوا بس الدنيا مش مساعده معاهم او شايفين ان القطعه لا ما تستاهلش السعر ده. طب ايه اللي بيميز كوكي براند؟ يعني كوكي براند طبعا ضمن مجموعه من البراندات الثانيه، لان يعني شغل البالة مش بس حضرتك المقتصر عليه بس، لكن في بعض ناس ثانيه كتير. ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ حتى كم خاصيه كده صغنطاطين، يعني بالنسبه طبعا للاسعار. في برضو بالات بتبقى بصراحه محلات بروحها بتبقى لا اسعارها الرينج بتاعها عالي جدا. انا ببدا مثلا اسعاري في حاجات بتبدا عندي من 100 جنيه وبتبقى برضو براند عالي.
شي ان ماكس، ترينوفا، بريشكا، بولمبير، الحاجات دي معروفه برضو باسعارها، معروفة ان هي غاليه. انا ببدا من اسعاري من 100 جنيه. في قطع عندي سواري بتبدا من 165، فدي برضو حاجه هتميزني. بتبدا لكن بتنتهي لا بتنتهي 210 عندك. اعلى سعر عندك 210. بصي احنا بنسمع كتير وبنشوف كتير على مواقع السوشيال ميديا، لان بقت هي اكتريه الناس بتعرض عليها، وبقى هو ده السوق يعتبر اللي احنا بقينا فيه دلوقتي. ففي ناس تقول لك انا هبيع بالكيلو، وناس تقول هبيع بالقطعة، وناس تعمل أوفرات على قطع كتير بحيث ان هي تكون كل قطعة مثلا بتساوي 100 جنيه زي ما حضرتك بتقول. عايز اعرف ايه الفرق بين ان انا بيع بالقطعة وبيع بالكيلو، او هو بس ليه علاقة بحاجة؟ يعني عايز افهم القصة دي عشان كتير مننا ما يعرفهاش. بصي هو كالتجارة نفسها لا هي يعني انا بالنسبة لي لو جربت موضوع اني انا يبقى بالكيلو، لا شايفة ان هو الفرق. بس ان في بنات بتبقى حابة تبدأ مشروعها ان هي تشد اكبر عدد من البنات ليهم، لان هيبقوا شايفين مثلا في الصيفي القطعة مش هتوزن معاكي بالزبط. ففي بنات كتيرة هتفتكر ان هو لا انا مثلا لما اروح اخد مثلا 5 قطع ب500 جنيه هيبقى لا اختلاف، لا هي خالص هي لان هم الخمس قطع يعملوا مثلا كيلو وهو نفس المبلغ. انا لو حطيت القطع ب 100 جنيه وتوزنت على الميزان على الكيلو مثلا كتبت 500 جنيه هيجيب لي وزنها نفس السعر هو. يعني هي طريقه بيع مش هي اكتر، اختلاف لكن بس كل اراء. اختلاف اراء، لكن مش شرط تشتري بالكيلو زي ما نانسي بتقول. انا اول مره اسمع لا في ناس مثلا بتبقى مخصصه ان الكيلو مثلا عندها ب 750. فتروحي توزني القطعه بتكتبي السعر. لكن مش لازم تاخد كيلو. لا 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 خالص. اللي اجباري بيبقى اللي عايزين ياخدوا بالكيلو دول بيبقى في تجار بقى مخصصين لهم ان انت مثلا انا بدايه الجمله عندي من 5 كيلو. زينا احنا مثلا البنات اللي بتبقى عايزه هتبدا مشروع، ففي اللي بيبدا ب 5 كيلو، في اللي بيبدا ب 10 كيلو. انا شايفه ان حضرتك النهارده جايبه لنا مجموعه من الازياء الجميله، ويمكن قبل الهوا انا شفت بعض منها في منتهى الجمال، فحضرتك برضو لو تقدري تكلمينا عن المنتجات دي. اتفضلي. بصي هو مبدئيا جبت حاجات مصنفاها ان في حاجات تنفع مصايف، في حاجات تنفع سواري، وهقول لكم الاسعار برضو. في حاجات تنفع خروج لو خروجه مناسبه او كده، يعني مثلا في حاجه مثلا زي كده ده جميله وانا عجبني قوي اول ما شفته، لما يبقى مثلا قطعه سواري ب 150 جنيه. 150؟ طبعا 150 ايه مثلا هتبقى كده ده تحفه. وبراند برضو دي بثمن كرتونه البيض بالظبط. بالظبط يعني لما مثلا قطعه دي جامب سوت جميل، لما تبقى مثلا جام سود زي كده وشي ان وبتبقى مثلا 150 185، حلوه وهي موجوده يعني على الابلكيشن بتاع شي ان بتبقى موجوده ب 800 وب 900، فطبعا في اختلاف. ده برضو بصي ده ينفع، ده برضو شي ان. انا اغلبيه شغلي عامه بجيب بصراحه، انا حابه البراند ده عامه شي ان. ده يساوي تقريبا برضه 195. استاذه اكرام، هي مش البلا بتبقى مجموعه من البراندات، يعني مثلا من امريكا واستراليا وما اعرفش ايه، ولا هي بيبقى حضرتك بتختاري؟ لا لا لا، مثلا انا عايزه البلا من شي ان، انا عايزاها من البلد الفلانيه. في ده وفي ده. يعني في ناس متخصصه في باله الشين بس، في ناس متخصصه اللي هي بتجيب الباله كامله بتبقى مقفوله، بيبقى بالظبط جواها 500 براند. 500 معروف وغير معروف، يعني في براندات احنا كمان لسه في مجالنا ما وصلناش ان احنا نعرفها اصلا يعني. لكن حضرتك بتطلبي شيء ان بالاسم حابه البراند؟ انا حابه البراند بس لما بروح انا بختار بصراحه، ببقى حابه اني انا اختار. طيب خلينا نتكلم بقى ان في كتير قوي ممكن يكونوا من اللي بيشوفونا دلوقتي حلو قوي بيقول لك يعني في بلاد كتير ممكن تكون جايه من امريكا، من فرنسا، من تركيا، من اي مكان يعني، وده دي البلاد اللي احنا متعودين عليها. بس الدرجه، انا اعرف منين الدرجه بتاعه الباله؟ هل هي يعني الباله درجات؟ اكيد في نوع ممكن يكون طبعاً جديد، ممكن يكون نوع مستعمل، ممكن يكون نوع فيه عيب. اعرف منين واميز ازاي بين الدرجات دي؟ خليكي ماسكه ده بس ماشي، هنتكلم عليها ده حلو بصراحه. بصي هو مبدئيا بس انا عايزه الاول اطلع مثلا قطعه، يبقى مثلا اوضح لك النقطه اللي حضرتك سالت عليها وهرجع لده تاني. مبدئيا هنقول مثلا دي برضو شيء ان. تمام. مبدئيا هعرفها ازاي؟ اولا هيبان على التيكت بتاعها. بصي ده التيكت واضح جدا، الكتابه بتاعته ما زالت جديده زي ما هي.
في بيبقى في تيكت صغنن لونه ابيض ده بيبقى كده معناه ان هو مش يعني مش جديد لا معناه ان هو جديد بيبقى التيكت بتاعه الورقه ممكن تقع يعني انا ممكن في بعض الاحيان عندي كتير جدا قصدك الجزء البلاستيك الجزء اللي بيتركب فيه الورقه بالظبط ده بيبقى موجود ده معنى كده ان هو جديد بيبقى في الياقه هنا دي بتلاقيها بصي جديدة بتبقى باينة جدا ان هي مش مستهلكة يعني بتبقى حاجات جديدة بس التيكت بتاعها مش التيكت اللي هو الورق المكتوب عليه السعر او كده لا التيكت اللي هو بيبقى ملزوق او متخيط في ظهر بيبقى متقطع عليه. بيبقى متقطع مقصود ان هو يكون مقطوع ولما نسأل ليه هو مقطوع يقولك عشان ده بيل او ده جاي استيراد او كده ده بيبقى بقى استعمال خفيف ده من ضمن الحاجات اللي بتبقى جاية استعمالها مثلا بيبقى خفيف جدا غير عندنا طبعا في مصر احنا مش بنسيب القطعة يعني غير بعد فترة لا هم بقى في بلاد بره طبعا لا ممكن البس قطعة خلاص انا شبعت منها فبحطهم بقى في شنط وبروح اديهم للجمعية الخيرية دي بعد كده الجمعية بتاخد الحاجة زي ما قلت لحضرتك بتاخدها المصريين في كونتينر ويبتدوا يقسموها بقى دي سحبة دي سوبر كريم دي كريم يعني سحبة اميز بقى ازاي بقى من يعني الكلام اللي حضرتك هي التمييز هيبقى زي ما قلت لحضرتك بالتيكت يعني في اللي هو السوبر كريم دي تعتبر اعلى درجة الكريمة اللي هي بتبقى تحتها اللي هي بيبقى التيكت بتاعها سليم اللي هو ده بس بيبقى مش عليها تيكت برايستيك وايه السحبه دي السحبه دي بتبقى يعني يعتبر اخر انواع اللي بيبقى فيها ديفو صغنن عيوب صناعه مثلا كده يعني مع ان دي بتبقى قليله جدا يعني بس عيوب صناعه بس جديده استعمال بسيط السحبه بتبقى استعمال بسيط طب ده بقى ده بكام ده مثلا هنقول مثلا ده يعني ده مثلا القطعه دي ب 100 جنيه انا كنت منزلها معقولاش التايجر طبعا معروف يعني مطه مش بتقدم خالص بصراحه يعني انا بالنسبه لي التايجر ماشي صيفي وشتوي والدراسة في مناسبه حلو قوي احنا لو هنجيب قماش من غير تفصيل هيبقى اكتر من كده بكتير انت عشان تنزلي البنزين بس عشان تروحي المعيل هتدفعي 100 جنيه نرجع بقى مثلا للحاجات المصايف مثلا في حاجه زي كده يعني ده 120 130 الحاجات دي حلو قوي ده يعني كل ده جديد مش مستعمل خالص ولا اي لا حاجه لا اغلب اللي انا بجيبه بصراحه بيبقى فرز اول اللي هي سوبر كريم انا بسال حضرتك ليه في كتير قوي من مشاهدينا وانا وميرفت اي حد فينا ينزل يشتري ممكن يقولوا ده جديد بس هو كده يعني هو ده عيب ده مش عارفه فانا اميز ازاي اني الراجل اللي في المحل ما بيضحكش عليا ثلاث حاجات التيكت تبص على جودته هل الكتابه ممسوحة ولا لا ده يبين لك حتى لو مفيش تيكت اللي هو البلاستيك والورق لا جودة الحاجة هتبان من التيكت الصغير اللي هو بيبقى ملزوق باسم البراند بتاعه تمام الياقة وتحت الأندر أرم طب ده هيبين جدا مصفر في زي وبرة خفيفة دي الثلاث حاجات اللي هتميز لك القطعة اللي انت نتفرج على باقي الموديلات وبعد كده نكمل اسئله ده برضو يعني بصي ده مثلا ده ممكن ينفع مصيف حلو ينفع خروج برضو والوانه جميله في مناسبه بسيطه السنه دي طبعا اغلبيه الالوان اللي نازله بالنسبه لي انا اللي انا شايفاها في السوق نازل المنت جرين بس هو مع الاسف خلصان من عندي والجرين هينزل الحاجات البيربل الحاجات دي والحاجات دي يعني فستان مثلا ده بس بصي مثلا هوريكي بس نقطه تاني برضو يعني ده بالبرايستيك بتاعه انا ده هو بالتيكت بتاعه بس مش هيجيب لي سعر زي باقي الحاجه ليه في بنات ما بيفرقش معاها موضوع التيكت وبتبقى فاهمه ان ممكن الموديل بتاعه نفسه خلاص اوريدي بالفعل عدى من 5 سنين من 10 سنين بس بالتيكت فانا مش هستفاد بالتيكت في بنات بتبقى حابه تمشي على الموضه زي ما قلت لحضرتك في اول البرنامج ان في بنات بتبقى حابه تمشي على الموضه اعرف ازاي فارق معاها التيكت مش فارق معاها قد ما جوده الحاجه ان انا البسها على موضه السنه دي ولا لا أكيد. خلي بالك الميزه برضو في شغل حضرتك ان الالوان والموديلات عامه بتسبقنا بره ممكن تشتري موديل من بره او بلوزه معينه او لون معين قبلها بسنتين ثلاثه تبتدي بعد سنتين ثلاثه تبتدي تنزل اصلا تبتدي تنزل هنا بس هي هنا في مصر هتبقى عايزه اقول لك ان حتى لو دي لا انا اللي اقصده ان حتى لو دي موديلات قديمه مثلا من عده سنوات ممكن تلاقيها يعني قريبه من موضه السنه دي ما زالت موجوده هو ده اللي انا قصدي عليه ان هي ممكن فعلا بره تبقى ليها مثلا كام سنه صحيح. بس هتبقى نازله عندنا واخده جو كده في الاول صحيح. وتبقى واخده ايه مثلا ده برضو الاحمر ده شكله
بصي احنا يعني عارفين وجات لنا معلومات كده ان انت اكتر حاجه بتحبي تهتمي بيها في المكان بتاعك او في البيع بتاعك هي الفساتين. ليه بقى؟ انا بحب الفساتين حتى في لبسي انا بصراحه الخاص يعني، هو بقى موضه اصلا. وبعدين هو فجاه كده من حوالي سنتين ثلاثه لقيت ان البنات اغلبيتها اتجهت للفساتين فعلا، ما بقاش حد بيلبس بناطيل جينز زي الاول. هي الموضه العامه دلوقتي بقت هي يعني اتجهوا ليها فتره ومره واحده يعني، ونسيتوا اني امراه فابتدوا يرجعونا ان احنا انا فعلا اللبني ده ايوه ده ده شكله يعني ده مثلا سيدة خروج خروج عادي عليه شوز هيبقى واو يعني هيبقى جميل جدا، وفي الاحمر الحزام كمان هيبقى شكله جميل طبعا. مش مشكله ممكن تركيني يوم حتى على الكرسي خلاص نركنه احسن. وايه تاني؟ والاحمر الابريد ده اللي ورا اللي هو فيه سنه شفاف ده مثلا. بصي ده برضو ده بالبريستيك برضو بتاعه ده حلو قوي، بس ده اوريدي بالفعل ده طالع موضه ماشي يعني حلو قوي. بس الدرابي ده عامه الفلوري عامه بيمشي بجد في اي وقت بجميع الوانه بقى سواء احمر اسود اخضر. سلام الالوان دي بقى كانت العيد يعني. انت ازاي لسه الحاجه عندك وبعد العيد؟ أيوة طبعا. طبعا. طب قولي لي على المقاسات، يعني ممكن تكون الحاجات دي زي ما انت بتقولي بتيجي في كرتونه متقفله ما بقاش عارفه ايه اللي جوه الكرتونه دي من براندات، هل المقاسات بقى بتبقى جاي منها قطعة وقطعتين أو مثلا مقاس كبير مقاس صغير ولا كله حسب بقى ما يطلع المقاس؟ لا هو لو جايبها مثلا بلا مقفولة لا بيبقى جاي لي القطعة بتبقى واحدة، بتصادف قليل جدا بصراحة لو طلعت حاجة فيها يعني قطعتين وكده يبقى في منهم مقاسات، لكن هي كبالة بتيجي مقفولة بيبقى لا الموديل بيبقى جاي منه قطعة واحد وان سايز. يعني بتعتبر ان دي مشكلة الوحيدة ممكن تكون في البنات، ان انا ابقى عايزة انا واختي مثلا او قست حاجة عجبتني بس ما فيش منها المقاس بتاعي. هي دي عاملة لي مشكلة بس بصراحة. خلي بالك هي مشكلة ليها بس ميزة لينا ان احنا انا لابسة مميزة وان بيس قطعة مميزة محدش لابسها زي مش موجودة، فدي برضو ميزة للبنات اللي بتحب تلبس حاجة يونيك. يا ريت كل الناس تفكرها زيك يا سلام. لا لا في ده كمان حلو، في دريس دوتس كده الابيض ده حلو قوي والوانه مبهجه جدا. المصايف بقى يا جماعه بصوا انا مش بنسى حاجه يعني سعره بس الاول. الالوان دي سعرها ايه بس؟ ده 165. الله انت حلوه قوي انت زي كده شفتي. على فكره ده مش مصيف بس، ده ينفع كمان ان هو هو يتخرج بيه عادي في الصيف اللي احنا فيه. الوانه اصلا مبهجه جدا جدا وموضه قوي، كل الالوان اللي على بعضها دي الاصفر السنه دي كمان والاخضر لا والماتيريال نفسها بصي ما فيهوش حاجه يعني. في ناس بتبقى المشكله ان في ناس انا يعني انا كواحده مثلا ده خلاص شفنا كل حاجه يعني اسود ده بصي في واحد اسود منقط كده ايوه ده صحيح ده اصل ده طالع موضه قوي الدوتس ده بس هو موديله مش موضه بالنسبه لي. يعني ده انا عايزه اقول لك انا بس مركزه معاه قوي ف لا لا انا بحب اللون ما بحبش الموديل حرفيا. انا بيجي لي عليها كمية طلبات بس مشكلتها مثلا ان في بنات بتبقى عايزاها معلش طويله شويه جوزي مش هيوافق بيها ففي بعض الاحيان بلاقي بصراحه وبعرض طبعا على طول فورا اول ما بتجي لي منها حاجه تطعب. متميزه مش باينه احنا مش شايفينها تحبي تعرضيها قبل ما تفضلي تعوزي؟ طبعا مش مشكله نبقى نظبط الموضوع ده بعدين. الحاجات اللي هي دي برضو السنه دي طالعه وناجحه بقوه السان فلاور دي حرفيا ماشيه معايا كويس جدا يعني انا مجرد ما بتجي لي مثلا بتنزل لي قطعه من دي لا بيبقى عليها كومنت ودي البارح كده وحلو جميل كده منور قوي منور جدا البارح وهي تقول شيرين ليه طيب. طبعا مش بنسى برضو المحجبات طبعا لان طبعا والناس الحشمه اللي زي حرفيا في بنات مش محجبات بس لا عندي بنات بيبقى مثلا سنهم يعني في البيت مثلا رافضين ان هم يلبسوا بكم او حلو. بتبقى انا دلوقتي عايزه يعني سريعا كده اللي حابب يوصل لك يوصل لك عن طريق ايه او ازاي يعني هل مثلا في حاجه معينه بيبعتوه لك مثلا يعني نوصل ازاي للحاجات دي؟ رقم الموبايل بتاعي واسم والجروب عندي كوكي براند كوكي براند السوشيال ميديا الحقيقه
يعني اي حد عايز يسوق لنفسه على السوشيال ميديا، قولي لي انت بتسوقي لنفسك ازاي، وبالاخص ان مفيش محل معين لكن حياتك بتبيعي اونلاين. تمام. فازاي لو اي حد من المشاهدين النهارده حابب يتواصل مع حضرتك او عايز يشتري من عند حضرتك، يتواصل ازاي؟ ببقى حتى بصراحه ارقامي في جروبات مثلا كبيره، ارقام تليفوناتي، اسم الجروب، ببقى حاطه قطع مميزه بحيث تبقى اللي داخل يشوف يبقى عارف مثلا اكرام بتبيع ايه او كوكي براند بيبقى عنده ايه بالظبط، وببقى حاطه السعر عشان في ناس كتير ما بتحبش تدخل جروبات غير لما تبقى شايفه الدنيا قدامها ايه، السعر واضح، الماتيريال واضحه. انا قصدي يعني على الفيسبوك بس، ولا ليكي على السوشيال ميديا اكتر من بيج مثلا في الانستجرام؟ في على الانستجرام برضو، برضو بس عامله باسمي انا. باسمك انت. تمام. بصراحه يعني احنا اتبسطنا قوي بوجود حضرتك معانا النهارده. كان معانا النهارده استاذه اكرام حليم صاحبه جروب كوكي براند للملابس الجاهزه. شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. ميرسي جدا، فرصه سعيده قوي ببساطه وجودك، نورتي جدا حضرتك وشكرا ليكي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.